دم شهيدي بحسرة يمي بالألم عيشها مصابة مثل أسماء اللي تقضي من فعايل العقابة للأبد نار الشهيدة يبقى محفوظ بدماغه وكل عرض حرام
وكل من علينا وإلى اليوم يا إخوان الشهيد العزيز الجميع الأحباء والأهالي وكل من إنسان عنده ود وعنده إنسانية على كل حال يحاول يسلم ويعزز ويتعزز لأهل ولأهل الحقيقة. لكن أسألكم لما تروحوا للمدينة تزوروا عندكم الزهرة ما تستاهل بجنة يكون بها قبور قربان من الناس ولذلك آج بأمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول يديه من تراب قبرها الطاهر وقد أوصلت الجنه اليها الليل هم ايضا يوم على الاولاد راحه ويوم راحه تلا ما شاء الله من كتاب الله ثم هومت عيناه واذا الصوت في الجبور علي يا علي كن واذهب الى البيت ان اولادي لا يستيقظ واحس بوحشه سلو البيت مني ومامي رجع علي يقول حسن وحسين من شافاه جود ارضهم الصدر يقولهم يا نظر عيني حتى روحت السهرة يا عمرهم الساعة وحزن هواهم الحسرة ترانا الليل كسر قلبي وعمري راح للعيب ويتذكر زمان راح حبي على صدره وسأل أولاد عن من راح بالحجرة ناداها وفتح باعها وجد وقف سرية شد كل تصور بين عمر 5 سنوات وتقرب على رجل ابيها قولت لها بتقول له وين رايح لقد هومت العيون ونامت الابصار جاءت به كلبه انهزمت يا عديم الروح من باب عبدالله قلبي الراب يتحمل مشروب ومن حل من يا كمال وهذا النار من عبدالله وشاهدت عيني المحسن يقوم يا بابا
يا ابو عمر او شمرت بعيونك العابد.